تعيينات جديدة برئاسة الجمهورية. صدر برأي رسمي اليوم 14 فيفري 2024 بمقتضى أمر عدد 115 لسنة 2024 مؤرخ في 12 فيفري 2024 يقضي بتسمية بوبكر عميدي مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون القانونية. كما صدر برأي الرسمي بمقتضى أمر عدد 116 لسنة 2024 مؤرخ في 12 فيفري 2024 يقضي بتسمية منير البدري ملحق برئاسة الجمهورية. المستجدات في خصوص رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف. لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قررت تعيين موعد يوم 21 فيفري الحالي للنظر في الطعن المرفوع من طرف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد قرار عميد قضاة التحقيق القاضي بتجنيح التهم المنسوبة إلى رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إثر تنقلها إلى مكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهورية. يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت استأنفت قرار ختم البحث الصادر عن عميد قضاة التحقيق القاضي باعتبار الأفعال المنسوبة إلى عبير موسي من قبيل الجنح وحفظ تهمة تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة في حقها. وتقرر إحالة الملف على أنظار دائرة الاتهام للبت في شأنه. الاحتفاظ بثلاثة إطارات متقاعدين من بينهم مسؤول كبير في شركة بترولية. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بثلاثة إطارات متقاعدين من بينهم مدير عام سابق لشركة بترولية حكومية من أجل شبهات تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية وضعت تحت اليد بحكم خصائص الوظيف. وحسب معناها معطيات فإن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت أذنت لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات فساد مالي وإداري في إسناد إحدى صفقات التنقيب عن الغاز بأحد الحقول النفطية بالجنوب التونسي حسب معطيات تحصلت عليها مزيكة. وزيرة المالية تكشف عن مخزون البنك المركزي التونسي من سبائك الذهب. شددت وزيرة المالية سهام البغديري نمصية اليوم بالبرلمان على أن مشروع القانون المتعلق بإتمام القانون عدد 17 لسنة 2005 للمعادن النفيسة سيمكن من تقييم هذه المعادن المحجوزة لدى قباض المالية والديوانة والمصنوعات التي تمتلكها الدولة بموجب الرهن أو المصادرة بصفة حقيقية للتصرف فيها وتحصيل موارد إضافية لميزانية الدولة. وأضافت نمصية في ردها على تدخلات النواب في الجلسة العامة في البرلمان لمناقشة مشروع هذا القانون أن قيمة محصول الذهب المفوت فيه لدى الديوانة التونسية منذ سنة 2020 ناهز 75.3 مليون دينار. وأشارت إلى أن مشروع القانون سيسمح للقبضات المالية والديوانة من تقديم المعادن النفيسة لمكتب الضمان لتعييرها وطبعها حتى يتسنى بيعها كمصنوعات ثمينة وليس في شكل سبائك. وبينت نمصية أن مشروع القانون يهدف إلى سد الفراغ
التشريعي الحاصل في القانون عدد 17 والذي لا يسمح بالتصرف في المحجوزات من المعادن النفيسة إلا بعد تكسيرها وتذويبها وبيعها في شكل سبائك للبنك المركزي، مما يفقدها قيمتها الحقيقية ويخفي جودتها أو علامتها المرموقة أو الإحجار أو الأحجار الثمينة اللي كانت تحملها. ووضحت أنه مخزون البنك المركزي التونسي من سبائك الذهب يبلغ حاليا حوالي 6.84 طن، يعني حوالي 7.2 يعني 6.8. وأشارت نمصية إلى أنه كل قطع المصوغ والمجوهرات ومحجوز البيات مودعة حاليا بالخزينة العامة للبلاد التونسية في أكياس مشمعة داخل غرف محصنة في شكل عهدة مؤمنة. وأكدت أنه محجوز البيات يخضع إلى عملية جرد تحت رقابة قضائية، وقد تم القيام بآخر جرد خلال التسعينات. وبينت أيضا أنه المخزون من المعادن والمجوهرات التابعة للرئيس الأسبق بن علي موجودة ومؤمنة في الخزينة العامة للبلاد. وفيما يتعلق بالهيكل المكلفة بقطاع المعادن النفيسة، تحدثت الوزيرة على السعي لإحداث مكتب ضمان بجزيرة جربة لتقليص الضغط على مكتب الضمان في صفاقس وتقريب الخدمة من المهنيين بالجنوب التونسي والإشراف على ولايات تطاوين ومدنين وجابس وجبلي. وتقول بأنه يعني كذلك في التفاصيل الأخرى، توفر المقر اللازم لهذا المكتب والمجهز بقاعة حصينة بجهة حومة السوق. يذكر أن تونس تضم 3 مكاتب ضمان للمعادن النفيسة، تتمثل في مكتب الضمان بتونس الكبرى اللي يشمل اختصاصه التراب بعدة ولايات أخرى كما أريانا وبن عروس ومنوبة وبن زرت ونابل وزغوان وباجة وجندوبة والكيف وسليانة والقصرين. وفما مكتب الضمان في سوسة واللي يشمل زاد عدة ولايات أخرى كما المنستير والمهدية والقيروان. وفما مكتب الضمان في صفاقس اللي يشمل زاد كيف كيف ولايات أخرى كما سيدي بوزيد وقفصة وتوزر ومدنين وتطاوين وجابس وقبلي. وأفادت على هامش الخطأ المسجل عند تعيير الذهب في مكاتب الضمان، تقول فما هي مش خطأ لا يتجاوز 0.3%، وذلك إما باستعمال الحوامض وحجز المحك أو باعتماد الطريقة المخبرية وتذويب جزء من المصوغ. وأكدت في هذا السياق أنه يتم حاليا البحث عن مزودين لاستعمال طريقة أشعة الليزر في عملية التعيير على غرار ما يتم اعتماده توا في العالم. وصادق البرلمان في اختتام الجلسة العامة هذه على مشروع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 17 لسنة 2005 للمعادن النفيسة.